ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وفقرتنا النهاردة عن التنمر. التنمر هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء موجه من فرد أو مجموعة تجاه آخرين. بين التنمر والفساد تعيش أردنية بمركز زفتة الغربية متزوجة من مصري، تواجه تنمر غريب في حياتها علشان هي مش مصرية، سواء من ستات بيتعاملوا معاها أو موظفة بالعمل الحكومي أو شخص صاحب محل أو صاحب حرفة. كلمة انت مش مصرية كلمة رخمة وتقيلة شوية. معانا النهاردة أحلام الرمحي. أحلام أهلا بيكي. أهلا فيك. نورانا. نورك. أحلام انت مش مصرية، يعني انت جاية معانا البرنامج انت مش مصرية. الكلمة مستفزة. بتسمعيها قد ايه يا أحلام؟ بتواجهي قد ايه تنمر بسبب كلمة انت مش مصرية؟ كتير، شبه يومي. شبه يومي. وخاصة انه كل معاملاتي ورائي وراء أولادي في يعني المقر الحكومية عندكم، فصعبة صعبة صعبة يعني كتير. ورق تعطل بسبب انه انت مش مصرية، روحي بالعربي جيبي حد مصري يعمل. انا ابني اجيب حد مصري، ابوه مصري وله حق، وزوجي مصري، اعمل له ورق يوقفوا لي عشان انت مش مصرية. يعني صعبة صعبة مش ده سهلة. حصل لك في السجل المدني؟ السجل المدني تبع طنطا. بطنطا تنمروا عليكي ومرضيوش يخلصوا الورق بسبب تنمرت ان علي. أحلام مش مصرية. تنمرت علي البنت في أول مرة اللي قدمت لها المعاملة. طبعا أنا كغريبة وجاي على البلد فما بعرف، يعني بواجه صعوبة كبيرة لحد ما أوصل للمكان اللي أنا بدي إياه، لحد ما أوصل للمكان اللي بدي أعمل فيه الورقة يمكن يخلص يوم كامل معي وأنا قاعدة بدور على المكان. فلحد ما اوصل بكون خلص يعني تعبت، طاقتي خلصت في هذا اليوم. فبوصل بقدم الوراق كاي انسان طبيعي، وانا اقدم الورق شو بدك؟ شهاده ميلاد. طبعا شهاده الميلاد لانها خارج مصر فلازم استخرج شهاده ميلاد مصريه لاولادي، مع انهم مواطنين مصريين يعني والدهم مصري فحقهم طبعا، يعني اكيد حقهم، مش ما حدا يعني مثل البنت وغير البنت او غير السجل المدني انه ما يعترف بحق اولادي انهم مصريين. لا طبعا حقهم. احلام انت عايشه في مصر بقالك قد ايه؟ انا نزلت في مصر اول ب 2016 وقعدت فتره من الزمن يعني، ورجعت على مكان الاقامه تبعي اللي هو بالكويت انا وزوجي، وهلا نزلت من 3 شهور تقريبا. طبعا بال3 شهور كلها اوراق معاملات كلها في وال3 شهور طبعا بتشوفي بقى التنمر وبتشوفي انت مش مصريه ومالكيش حق في حاجه. لغايه امبارح بالليل في يعني وسمعتها من ناس قريبه، يعني ناس قريبه وكلمه مستفزه لدرجه انه يعني مش عارفه شو بدي اقول لك صراحه. طالعه البرنامج ليه مثلا يا احلام يقول لك انت مش مصريه، انت ازاي هتطلعي اجاني البرنامج؟ مسجات، اجاني مسجات لما نزلت الاعلان انه تابعوني في قناه الصحه والجمال. وصلني مسجات انه انت عفوا يعني مش مصريه وبدك تناقشي مشاكل في السجل المدني طنطا، يعني فعلا مصر ام الدنيا. احنا مش بنناقش مشاكل، احنا لا بنناقش هو مشكله. يعني الكلمه كانت بالحرف الواحد، حد يعني تنمر عليكي، حد مش عايز يخلص لك الورق بس عشان انت مش مصريه. طبعا عشان انا مش مصريه. حصل لك موقف تاني امبارح بسبب الموضوع ده؟ بسبب الموضوع هذا انه انا كنت مارقه من عند النادي، نادي الزفته الرياضي بسموه، ما بعرف طبعا النادي لشو بالضبط، بس لفت منظر يعني لفت انتباهي منظر انه ناس قاعده في قهوه والنادي ومنظر زباله رهيب، مش منظر يعني. فصورت اخذت صوره طبعا. الصوره معانا. الصوره اللي اخذتها طبعا قبل ما ننزل الصوره خليني احكي، الصوره اللي اخذتها انا كنت ماشي في الطريق لفت انتباهي المنظر لانه انا واحده من الناس مسجله بنتي في تدريب تايكوندو، فطبعا بدها تروح على النادي فالمنظر رهيب. سواء مصريه او مش مصريه ده مش منظر، يعني ان انت تصورتي ما عجبني المنظر. صورت المنظر لقيت هجوم رهيب عشان بس مش مصريه، مش عشان انت بتصوري حاجه سلبيه شايفاها. هو كان الاعتراض انك انت صورتي. طب انا لما صورت ما صورت شخص، ما صورت محل، ما صورت مكان معين، انا صورت منظر ما عجبني.
بتوقع انه يعني ما عمره مرق علي في بلدي انا انه كان في انسان بالشارع بيصور، حتى لو صورنا حتى واحنا ماشيين انه نوقفه نقول له عفوا انت ليش عم بتصور، ممنوع التصوير، ما في قانون بيمنع اي شخص الا اذا تعديتي على حريه شخص ثاني. خصوصا انت مش بتصوري زي ما انت قلتي، مش بتصوري انا ما بصور شخص، انا صورت منظر. المهم المنظر اللي صورته لقيت عليه اعتراض كبير، طبعا تبعون القهوه كلهم اعترضوا انه انت عفوا شو عم بتصورينا. قلت له عفوا ما معي صوره لك يعني عشان تعترض، انا انت طبعا انت معترض، انت عجبك منظر الزباله اللي قاعد، انت قاعد بتشرب قهوه وفي انت قهوه، انت معترض على المنظر اللي انت شايفه، يعني انت مبسوط وفرحان يعني في هذا المنظر اللي جنبك مثلا. فسكت شوي، فلقيت هجوم رهيب. بعدين اجاني تليفون من ناس قريبين، انت شو اللي بتعمليه، انت مش مصريه، انت مش مصريه، واحد انت مش مصريه. بتسمعي الكلمه دي في اليوم كم مره يا احلام؟ كتير وفي البيت كمان، في البيت كمان مش مصريه، مش من حقك حاجه، مش من حقك تتكلمي، مش من حقك تطلبي. وقبل كمان صار معي مشكله كمان بنفس الطريقه، انه انت وحده لاجئه يعني، وصار فيها قضيه وسجلت فيها محضر ونزلت على النيابه، بس تنزلت بنفس اليوم. بس كان انه يعني كلمه لاجئه تقيله، احنا اردنيين تقيله طبعا وصعبه، احنا مش لاجئين على فكره، ولا عمرنا بحياتنا ولا في تاريخنا كله كنا احنا لاجئين الاردنيين. دي بلدكم تاني مصر، والدليل بيكوا في اي وقت يا احلام. بصراحه انا فرحانه كثير، انا العينه او الفئه اللي احنا بنحكي عنها هاي المتنمره، انا ما راح تاثر في علي يعني بحياتي نهائيا، بالعكس هم اعطوني خطوه، انا بشكرهم بشكرهم كلهم بصراحه. بيدوكي دفع يعني بصراحه، اعطوني كلمه مو مصريه، انت مش مصريه، يعني بغض النظر عن الظروف النفسيه اللي بمر فيها، انه انا بعيد عن بلدي وغريبه في بلد ثانيه، زوجي مش معاي، زوجي في عمله في الكويت، مضطر يعني في ظروف بتحكم الانسان انه يمشي بحياته، ما راح نوقف حياتنا في مكان معين. فالظرف اللي انا بمرق فيه بغض النظر عن التعب النفسي اللي انا مرقت فيه بالثلاث شهور هدول بيعادل 30 سنه اللي عشتهم. ف شغله حلوه كثير، انا مبسوطه منها وفرحانه فيها، بغض النظر انا بقول لكم تنمروا قد ما تقدروا، بنصحكم تنمروا على الاحلام، تنمروا علي بالطريقه اللي بتحبوها. انت لانه مش مصرية. كل ما بتحكوا هاي الكلمه كل ما بيزيد عندي اصرار، مجرد ما يفتح الاحوال والهجره والجوازات ويعطوا الجنسيات، بفتخر وبتشرف اني اخذ الجنسيه المصريه كون زوجي مصري واولادي مصريين. فانا بالعكس حابه يعني اني يعني انا مندفعه ومعصبيه والكلمه مستفزه، فبحاول قدر الامكان اني اخذ الكلام وامشي، انا بمشي لقدام ما برجع لورا. طبعا بحب احكي لهم للمتنمرين اني انا مش مصريه، بس معي اقامه ابديه دائمه غير محدده في مصر، مختومه على جواز سفري، وبفتخر بهذا الشيء. وقبل كل شيء انا بفتخر انه زوجي مصري. واحنا كمان بنفتخر بيكي يا احلام، واهلا بيكي في بلدك التاني مصر. حبيبه قلبي. معانا مكالمه هاتفيه للبشمهندس وليد. اهلا يا باشمهندس. السلام عليكم، مساء الخير. مساء النور. ازيك يا باشمهندس؟ حلقه موفقه النهارده، منوره النهارده جدا. طبعا ضيفتك نجلاء ثم احلام، حلقتين متميزين جدا بصراحه. نورك يا مهندس، شكرا. احلام طبعا اردنيه زفتويه، فبلديات يعني، فانا بضم صوتي لصوتها في اي كلمه قالتها النهارده، سواء التنمر اللي بتتكلم عليه او الزباله او بعض الاشخاص السيئين والشاذين في زفته، مش كل زفته، ولكن دي اشخاص فعلا غير سويه. التنمر على حد غير مصري، التنمر على حد غير مصري ده شخص غير سوي. انا بعتذر لك شخصيا كزفتاوي عن اي حد صدر منه جمله في زفته، انه لا يستحق انه يكون زفتاوي بصراحه. الحاجة الثانية عايز اعمل كده حاجة بسيطة بس يا مروة لو سمحتي. اتفضل يا باشمهندس. النهاردة هو الرسائل لأمي، عدت سنة على موتها، ربنا يا رب يرحمها ويغفر لها يا رب. يرحمها ويغفر لها. 365 يوم مروا عليا، هو من أسوأ في حياتي الصراحة. العمر إلا. يمكن موت أمي كان يوم بداية برنامج نعم أستطيع، نفس اليوم بالظبط، كنا لسه بادئين البرنامج أول يوم، والنهاردة مر سنة على البرنامج، ومرة سنة على وفاة أمي، ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. ربنا يرحمها. أتمنى حد يسمعني يا رب بالراحة والمغفرة يا رب. آمين يا رب. يا رب، ربنا يرحمها يا باشمهندس، تعيش وتفتكر. يا رب. آمين. ربنا يديها لك خير. شكرا يا باشمهندس. شكرا.
طيب احلام، ايه السلبيات تانية او الايجابيات؟ مش بس عشان ما حدش يقول ان احنا بنذكر سلبيات بس، يعني في شغلات كتير حلوه. ايه اللي انت شفتيه في زفته من سلبيات ومن ايجابيات؟ اول السلبيات، شوفي في كل بلد، في كل بلد في سلبيات أكيد. فانا كوني مش مصريه، مش مصريه يا جماعه تنمروا على احلام وقولوا لها انت مش مصريه، فما بحق لي ان اقول شو السلبيات. لا بما انك عايشه في مصر وعايشه في مركز زفته يبقى من حقك كل حاجه. في مدينه زفته او بيسموها جمهوريه زفته، جمهوريه زفته، ففي سلبيات كتير، في تسيب كتير، في فوضى، فوضى كبيره. ده اكيد برضو بنشوفه في اي مكان يا احلام، علشان محدش يهاجمنا ويقول ان احنا بس بنذكر السلبيات الموجوده. شباب كتير بضيع، شباب سن الورد. انا انصدمت بصراحة من يعني اتعاملت مع كذا ناس واتفاجأت وانصدمت بالشباب اللي قاعد بضيع. طبعا يعني في سلبيات، التكاتك والزبالة والمحاكم وغيره وغيراته والمحاميين، كتير شغلات سلبية. أكيد السلبيات بس دي موجودة بالمقابل في كل مكان طبعا. بالمقابل في شغلات ايجابية كتير حلوة، مصر كتير حلوة. وعلى فكرة زفت يعني انا بحبها، زفتة حلوة كتير، خاصة انه كادي بنتي مواليد زفتة. خلصت لها شهادة الميلاد والورق ولا ايه اللي حصل معاكي برضو؟ لا كادي مولود بمصر فمعها شهادة ميلاد مصرية. ف يعني لا هي انا فرحانه فيها، فهي اجت لقطه اللغه على السريع يعني المصريه. ربنا يخليها. اهلا اهلا بيكي في مصر يا احلام. ميرسي يا حبيبتي. عايزين برضو نتكلم بقى عن الاستهتار اللي حصل في مستشفى زفته امبارح. جالي امبارح رسائل كتير جدا وفي بوستات كتير جدا 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 بتتكلم عن الاهمال اللي حصل في مستشفى زفته، عن موظف فصل مكبس الاكسجين او محبس الاكسجين الرئيسي. طيب احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل ده، بنناشد الدكتور محمد الجهري مدير المستشفى انه يطلع لنا بتقرير يقول لنا ايه اللي حصل، خصوصا ان في سته توفوا امبارح واحتمال يكون في اكتر برضو. عايزين نعرف ايه نتيجه الاهمال ده، ايه نتيجه الاستهتار اللي حصل ده، عايزين نعرف مين السبب فيه، موظف وبس مجرد انه هيتنقل في مكان وخلاص وخلصت على كده، ولا ايه السبب اللي حصل؟ يعني ايه اللي حصل في والاهمال اللي حصل في مستشفى زفته ده؟ بشكرك جدا يا احلام، شكرا جدا ليكي، نورتينا النهارده. بس بدي احكي لك شغله، انا حابه اشكر المهندس وليد شعلان. شكرا جدا، واشكرك حبيبتي، وبشكر كل واحد اتنمر علي ووصلني لهون. وعلى فكره حبيبتي. اول الطريق شكرا. حلقتنا خلصت النهارده، نورتينا يا احلام. عايزه ابعت عزاء ورثاء ينعى المهندس وليد شعلان واسره برنامج نعم استطيع، المهندس يوسف الحنفي مدير الميديا بالبرنامج، داعين الله بالرحمه والصبر والسلوان، والأسرة خالص العزاء في وفاة جده، ألف رحمة ونور عليه. خلصت حلقتنا النهاردة، استنونا في الحلقات الجاية.